نعلم أن مستحيل ليس فرنسيا. أود أيضا أن أتقدم بالشكر إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، إضافة إلى رؤساء الدول المتواجدين هنا اليوم والذين أظهروا نيتهم الصادقة في تقديم العون للبنان وشعبه. إن الرسالة التي وجهتها إلى البرلمان اللبناني عقب توقف التدقيق المالي الجنائي قد لاقت إقبالاً وإجماعاً عامين، وهذا بالتأكيد هذا الرهان الوطني الذي أتمسك به شديد التمسك والذي دائبت على المطالبة به منذ العام 2005 يتخطى النزاعات السياسية، ومن دونه لن تكون هنالك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي. وقد جاء رد الكتل البرلمانية مؤيدا بالإجماع لتدقيق كامل وشامل، وإن هذا القرار سيتيح لتحديد المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي وسيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية. إنني مصمم مهما كلفني الأمر على متابعة هذه المسيرة حتى النهاية لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها بغطاء من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية. بالتأكيد إن مساعدتكم أساسية في هذا الإطار، وذلك عبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لجهة محاربة سرقة الأموال العامة وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداء من 17 تشرين الأول. إن أولويتنا اليوم هي تشكيل حكومة من خلال اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة، فالمطلوب من الحكومة أن تطلق في الوقت عينه ورشة الإصلاحات البنيوية الملحة وإعادة إعمار بيروت وتطوير أيضا خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية. سيداتي سادتي، إن المآسي الكثيرة التي حلت بلبنان والتي يواجهها اللبنانيون اليوم تفوق طاقتهم كما تتخطى قدرتهم على الاحتمال، فالصعوبات الاقتصادية أثقلت كاهلهم وأصابت مدخراتهم ووظائفهم وهددت مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وفي خضم أيضا هذا الانفجار التي أضافت إلى مشاكلهم أيضا وأيضا انتشار وباء كوفيد-19 الذي ما زال يمعن بلبنان وبالعالم، وقد ألحق الضرر على كافة الصعد. لكل هذه الأسباب التي أتت جميعها بطريقة كبيرة، إن مساعدتكم أساسية لكل الشعب اللبناني من الشمال إلى الجنوب. إن هذه المساعدة أساسية بغض النظر عن الآليات التي سيتم اختيارها، على أساس أن يبقى كل شيء بإشرافكم وإشراف الأمم المتحدة. ومن الجدير ذكره أن لبنان يفاوض حالياً
قرض وقدره 246 مليون دولار مع البنك الدولي لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي وأزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة أيضاً إلى كوفيد 19 على أن تنتهي المفاوضات هذا الأسبوع ونحن نأمل الحصول على موافقة عاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي. اليوم إن لبنان ما زال يدفع الأثمان الباهظة جراء نزوح أحداث ضخمة من السوريين الوافدين إليه، ومن الملح اليوم أكثر من أي وقت سابق أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودتهم إلى أراضيهم. إن بلدنا لبنان المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة التي تخوله الاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن لبنان أيضا بلد كل الإمكانيات ولا يعرف المستحيل، وتاريخنا يخبر أننا الشعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده. لقد دعوت اللبنانيين للنهوض معا ورفع الصوت في المكان الصحيح للضغط حيث يجب لكي نفوز بمعركتنا ضد الفساد، وهي المعركة مصيرية للبنان. وها أنا اليوم ومن على هذا المنبر أطلب من المجتمع الدولي بأسره ألا يتخلى عن بلد الأرز وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء. شكراً.